إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة الشعب قناة شوف تي في، بخصوص الحادثة ديال السير اللي وقعت قبل قليل في الطريق الجديدة. جوج ديال الأشخاص صدماتهم دراجة نارية من الحجم هذا هو الواقع. حنا كنا كيصحابنا بأن واحد السيارة دخل على الخط، إنما هي سيارة من دراجة من الحجم الكبير صدمات جوج ديال الأشخاص كانوا على متن دراجة أخرى، أصيبوا إصابات خطيرة، تم النقل ديالهم على عجل إلى المستشفى من طرف عناصر الوقاية المدنية. وهذا الأثناء مصلحة حوادث السير اللي كتوقع هاد البلاصة تحت النفوذ ديالها دخلات على الخط، والمعاين ديال مصلحة حوادث السير كيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل هاد الحادثة ديال السير اللي وقعت قبل قليل وعرقلات السير تماما في هذا المقطع الطرقي لولا التدخل العاجل ديال رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن الوطني اللي تقاموا بنقل جوج ديال الأشخاص، ورجال الأمن الوطني اللي قاموا كذلك بالعمل على تحرير وإعادة السيولة ديال حركة السير هنا بهذا المقطع الطرقي. في هذا الأثناء رجل ديال الأمن ديال حوادث السير داخل على الخط ديال هذه الحادثة من أجل القيام بالمتعيد. الدراجة النارية اللي صدمتهم تحولت إلى أجزاء، هي كتشوفوها تحت داك العلامة ديال الإشارة داك البانو بيبليسيتير. وفي هذا الأثناء رجل الأمن كيقوم بالمتعيد. إذا مرة أخرى نوهي بجميع السائقين، ماشي غير تشوفوا الطريق بحال هكا خاوية ومسرحة وتقولوا راه ما كاين حتى شي واحد، راه كاينين الناس كيقطعوا الطريق على غفلة، كاينين الناس اللي كيسوقوا بطريقة ماشي ما كيردوش البال وتقدروا تصطدموا معاهم وتوقع الكارثة لا قدر الله. إذا هانتوما كتشوفوا جوج ديال الأشخاص تم النقل ديالهم، الحالة ديالهم جد حرجة إلى المستشفى، نتمنوا بأن الإصابة ديالهم ما تكونش قاتلة أو مميتة. هذه بالنسبة للحادثة ديال الطريق الجديدة. إذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مبشر آخر.